في خطوة هامة وجادة لمواصلة طريق بناء جمهورية جديدة أساسها دستور 2014، انطلقت فكرة الحوار الوطني والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك لإرساء مبادئ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة. أولى فعاليات جلسات الحوار السياسي الوطني انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وسط ترحيب سياسي وشعبي كبير وبمشاركة بمشاركه واسعه من مختلف القوى السياسيه في ظل اجواء من الشفافيه والحياديه وان تكون على مسافه واحده من الجميع فعاليات الحوار شهدت خطوات جادة وحقيقية في عدد من الملفات الهامة، وتحول الحوار لمنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوى والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والمواطنين أيضاً للإدلاء بأفكار وإسهامات تخدم الدولة. الدولة ممثلة في قيادتها السياسية ومنذ اللحظة الأولى صبت تركيزها على الحوار الوطني وجلساته التحضيرية. استعدادا لانطلاقه وعملت على تذليل كافه الصعاب والاستجابه للمطالب وظهر ذلك جليا عندما رفع مجلس امناء الحوار الوطني اقتراح مشروع قانون للرئيس السيسي للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويتعلق الاقتراح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب اتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، ولم ينتظر مجلس الأمناء طويلاً حيث استجاب الرئيس السيسي سريعاً للمقترح موجهاً كافه الجهات المعنيه لدراسه مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالاشراف القضائي الكامل على الانتخابات هي اذن جهود كبيره تبذلها الدوله لتيسير كل العوائق وتهيئه الظروف المناسبه لبدء حوار مجتمعي ياتي في وقت بالغ الاهميه لتوسيع نطاق المشاركه السياسيه والوطنيه في صنع وصياغه مستقبل افضل لمصر